يا معاذ كم بنفسجي كم؟ بنفسجي اربع خلاص قوم يا احمر هنا. وين سعود؟ سعود ارجع مكانك. من باقي منكم؟ الترتيب ما هو ضروري. اي 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 يلا يا فواز احنا ما جينا نشر انباء. بسرعة يا فواز. طيب يا شباب كيف حالكم؟ عساكم طيبين؟ شو اخباركم؟ كيفكم اليوم مع الاختبار؟ جاهزين؟ متحمسين؟ اموركم طيبة؟ مذاكرين؟ طيب طيب يا شباب عشان نوزع الاوراق. استاذ عايض طالع قدامه. امسك عاد. يلا على اي فريق ولا كيف؟ لا كل واحد يمسك. يلا. لا انا امسك الاخضر. هذا خلق الله. اقلب ورقه. نوزع. احد يبدا؟ يلا شباب معنا 15 دقيقة. احد يبدا؟ معنا 15 دقيقة في الاختبار، بعد 15 دقيقة على طول. نوزع الاوراق كلها، نبدا اعطيكم التايم. سم. وين قلمك؟ وقف انت. يلا يا ابنائي الطلبة. لا شو واحد يغش. الكل مع ورق. لا اشوف واحد يغش ولا يتحرك. اللجنة هذه انضباط تام. طيب يا شباب كنترول اعطنا الان ربع ساعة بالضبط. بعد ما يا شباب بعد ما يدق الجرس الكل يرفع الاقلام، معكم ربع ساعة بالضبط. توكلوا على الله وسموا بالله. اسمك وفصلك. يلا بدينا يا شباب. في بعضهم ما عنده اقلام يا استاذ عمر. اللي ما عنده اقلام طالب من اللي قومه. وين طاولتك؟ فين ورقتك يا شباب؟ من اللي ما معه قلم؟ اللي ما معه قلم؟ الكل معها قلم؟ كل معهم قلم. وين اقلامكم يا شباب اللي اعطيناكم بدايه المدرسه؟ يا شباب ترى كل واحد من الاحد الجاي مسؤول من الحصه الاولى بكره ان شاء الله، مسؤول عن دفتره وعن قلمه. اذا ما جيت بدفترك ولا قلمك انت المسؤول، ما حد بيعطيك لا قلم ولا دفتر. اتفقنا يا شباب؟ يلا الله يوفقكم. كنترول راقبوا لي هذا. ها اي خطا توقيع مباشره. شل كم ما ادري. فهم السؤال نصف الاجابه. محمد خلك في ورقتك. لا تنسى اسمك وفصلك. اسمك ولون فصلك. سم.